إذن رأينا كيف الآن جنس الهومو الذي نحن ننتمي إليه أصبح شيئا فشيئا يشبهنا، قام أطول، حجم الدماغ أكبر، اليدين القدمين تشبهنا، يعني شكل الجسم، الجمجمة ما شابه، شيئا فشيئا بدأ يشبهنا إلى حد كبير، لكن حياته ما زالت كحياة الدواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة نوران العيادي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة نظرية التطور زادتني إيمانا. ونحن نتحدث الآن عن موضوع تطور الإنسان ونستكمل حديثنا في هذا الباب. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أشباه الإنسان، بعضهم الذين هم أبعد عنا زمانيا، الأقدم أبعد من 3 مليون سنة، واليوم سنتحدث عن بعض أهم أشباه الإنسان في هذه الحلقة والحلقة التي تليها، الذين هم كانوا موجودين في 3 مليون سنة أو أقل من 3 مليون سنة. والحاصل أن هذه المجموعة ينتمون إلى المجموعة التي هي أقرب إلينا في الشكل وفي الجينات، يسمونها humans أو الاسم العلمي هومو، جنس هومو. جميع هؤلاء، للتذكير، جميع هذه الجماجم التي ترونها أمامكم انقرضت، كل الهومينينز هؤلاء أشباه الإنسان كلهم انقرضوا، ولم يبقى منه إلا هذا الذي هو في أعلى الهرم، وهو الهومو سيبيان، وهو النوع الذي ننتمي نحن البشر الذين نعيش اليوم ننتمي إليه جميعا، هومو سيبيانز، جميعنا هومو سيبيانز، لم يعد هناك أي نوع آخر من أشباه الإنسان يعيش معنا اليوم على كوكب الأرض. إذا لاحظنا، جميع من ينتمون إلى هذه المجموعة وهذا الجنس الهومو لا يمكن أن نجد هومو أقدم من 3 مليون سنة. وكما نلاحظ أيضا، هناك ملاحظة أخرى، كان يوجد يعني في الحقبة الزمنية الواحدة أكثر من نوع من أشباه الإنسان يعيشون مع بعضهم في نفس الوقت، حتى أن يعني حتى الإنسان الحديث في بداية الإنسان العاقل في بداية ظهوره هومو سيبينز كان يوجد يتعايش معه في نفس الوقت، في نفس الفترة الزمنية، قد يكون في نفس المكان أو في أماكن أخرى من العالم، أنواع أخرى من الهومو. وسوف نناقش هذا ونرى يعني ما هل هناك كان تعايش فيما بين هؤلاء الأنواع المختلفة. شيء غريب فعلا، كنا غافلين عنه تماما وعن وجوده، سبحان الله، يعني كأنها قصص من قصص الخيال. وطبعا كما قلنا، نحن لن نتحدث عن جميع أنواع أشباه الإنسان، إنما سنركز فقط على الأشهر منهم أو الأهم منهم. ففي هذه الحلقة سوف نتحدث عن نوعين مهمين وشهيرين، وهما هومو هابيلس وهومو إريكتس. ولنبدأ كعادتنا بالأقدم منهما، وهو الهومو هابيلس. هومو هابيلس يترجمونه باللغة العربية إلى الإنسان الصانع. الإنسان الصانع اسم جديد، يعني هكذا يوحي لك أن هذا الإنسان لعله كان يصنع أشياء. أرجو ألا تأخذك بعيدا بالخيال هذه الأسماء، سوف نرى بالضبط ماذا كان يصنع هذا الإنسان الصانع. هومو هابيلس عاش في الحقبة الزمنية تقريبا بين 2.4 مليون سنة إلى 1.6 مليون سنة. الآن حينما نبدأ نتحدث عن جنس الهومو، هناك اختلافات جذرية تختلف عن حديثنا عن أسترالوبيثيكس وما إلى ذلك. الآن نلاحظ أن حجم الدماغ أكبر من الشمبانزي أو من القردة. كنا نقول عن أشباه الإنسان في الحلقة الماضية القدامى أن أحجام دماغهم لا تفترق أو لا تختلف كثيرا عن الشمبانزي، لكن الآن عندما نتحدث عن هذا الهومو هابيلس وما يليه، جميعهم حجم دماغهم الآن أكبر. إذن هذه ميزة رئيسية وأساسية في جميع أنواع الهومو. يبلغ حجم دماغ الهومو هابيلس حوالي بين 600 إلى 700 ملي، وكما قلنا سابقا حجم دماغ الشمبانزي يبلغ حوالي
400 ملي، بينما حجم دماغ الإنسان الحديث 1350 ملي كمتوسط. طبعا وهناك ما هو أقل وهناك ما أكثر فيما بين التنوع بين الناس. فإذا حجم دماغ الهومو هابيلس أكبر من حجم القردة، حجم دماغ القردة العليا التي نعرفها اليوم، وكمان أكبر من أشباه الإنسان الأقدم منه، لكن هو أقل طبعا من حجم دماغ الإنسان العاقل. يتراوح طول الهومو هابيلس بين المتر إلى متر و35 سنتي، إذا كان متوسط طوله أقصر من طول الإنسان بشكل واضح. كان أيضا بالتأكيد يمشي على قدميه بشكل أساسي، ليس كمثل ما تحدثنا عنه من أشباه الإنسان الذين كانوا يمشون نعم على قدميهم، لكن كانوا أيضا يتسلقون الأشجار بشكل كبير. هذا الهومو هابيلس لا، كان يعني يمشي أكثر على قدميه، الآن أصبح أكثر متمكنا. طريقته في المشي وانتصابه كان مستقيم، يقف كما نقف من شكل الحوض، من الأرجل، من الظهر، من الجمجمة، يرون كل هذه المعطيات من شكل القدمين أن مشيته كانت قريبة من مشية الإنسان الحديث اليوم، وليس هو منحني الظهر، منحني الركبتين كما يمشي أشباه الإنسان الأقدم منه. ميزة أخرى مهمة للهومو هابيلس وجنس الهومو بشكل عام، أنهم كانوا يعتمدون في المقام الأول في غذائهم على اللحوم، يعتمدون على اللحوم، لا يعني أنهم لا يأكلون سواها، لكن يعتمدون عليها بشكل أساسي. والهومو هابيلس طبعا، لأنه إذا تخيلنا شكله، هو ليس لديه مخالب وأنياب أو ما شابه، لذلك ماذا كان يفعل؟ كانوا يستخدمون أدوات يصنعونها من الأحجار، وأيضا هذه ميزة مهمة لجنس الهومو. كانت عبارة عن فؤوس يدوية، يعني أكثر شيء بداية يمكن أن تتخيله من آلة حادة يمكن أن يصنعها شخص ما، كانت عبارة عن حجر، يأخذون حجر هكذا ويضربونه عدة ضربات بحجر آخر حتى يتكون لديه طرف حاد نوعا ما، ويمسكونه باليد ويستخدمونه لتقطيع اللحم وسلخ الجلد وما إلى ذلك، يستخدمونه كذلك. هل يا ترى كان يصيد هذا الهومو هابيلس؟ لا، لم يكن يصيد، كان يعتمد في غذائه على في الغالب أكل الجيف أو أكل ما تبقى من يعني ما يتركه كائن مفترس آخر، كما تفعل الضباع اليوم أو بعض الحيوانات المفترسة، لا تصيد هي بنفسها، إنما تبحث عن كائن مات أو كائن لم يكمل أكله، كائن مفترس آخر. هل كانوا يستخدمون النار؟ لا، لا يوجد أي دليل على أن الهومو هابيلس كان يستخدم النار. هل كان هذا الكائن لديه نوع من الثياب؟ أيضا لا يوجد أي دليل على أنه كان لديه نوع من الثياب. أين كان يعيش؟ كان يعيش في أفريقيا. ربما لا يتأتى لهذا الكائن أن يجد جيف أو بقايا كائنات ميتة أو ما إلى ذلك، فكان أحيانا يضطر إلى أكل حشرات أو أي شيء يجده أمامه. ميزة أخرى أنه كان يستخدم هذه الآلات الحادة أحيانا في كسر عظام الجيف التي يجدها. ماذا يعني ذلك ولماذا يفعل ذلك؟ يكسر العظام حتى يأكل نخاع العظم، لأنه في الغالب هذه نخاع العظم أو المخ لا تفترسها الكائنات الحية، لا تستطيع الوصول إليها، وهي غنية بالدهون وغنية بالطاقة وتشبعه طبعا بشكل كبير. فكان يستخدم الآلات الحادة التي يصنعها اللي هي الفؤوس اليدوية هذه في كسر العظام للوصول إلى النخاع وإلى المخ. وكما قلنا كان موطنه الأساسي في أفريقيا وبالتحديد في جنوب أفريقيا، لذلك جميع أحافيره تتركز في هذه المنطقة. إذا حاولنا أن نتخيل شكله، يعني يعملون له أشكال تقريبية وهكذا، ولكن صعب أن نعرف هل هو كان جسمه مغطى بالشعر بالكامل كما هي القردة، أم هو بدأ ينحسر عن جسمه الشعر، لأن هذه الأمور لا يحتفظ بها في السجل الأحفوري، هو فقط نرى منه العظام. لذلك يعني سوف ترى أحيانا يتخيلونه بهذا الشكل أو بذاك،
لكن بالتأكيد نقول أنه لم يرتدي أي نوع من أنواع الثياب، لم يركب أي نوع من أنواع الدواب، لم يصنع لنفسه خيمة أو ما شابه، حياته كالدواب. طبعا بالتأكيد لم ينطق بكلمة. وننتقل الآن للحديث عن نوع آخر مهم من أشباه الإنسان، وهو هومو إريكتس، الإنسان المنتصب. الإنسان المنتصب أقرب إلينا زمانيا من الهومو هابيلس، عاش قبل يعني أو بداية حقبته 1.8 مليون سنة، حتى انقرض تماما قبل حوالي احذروا ماذا 50,000 سنة فقط. عاش حقبة زمنية طويلة وقريب زمنيا جدا منا، أليس كذلك؟ هذا الكائن هو أحد الكائنات أو أحد أشباه الإنسان الذين تعايشوا مع الإنسان العاقل في وقت ما. كان الإنسان العاقل موجود والهومو سيبيان يعني والهومو إريكتس موجود في نفس الوقت. مرة أخرى، وفي كل واحد من أنواع أشباه الإنسان هناك اختلافات بسيطة بين المراجع في زمن ظهورها وزمن انقراضها، لكن ستكون قريبة من التي ذكرناها. هذا الكائن سبحان الله أحافيره ليست مثل الهومو هابيلس أو ما تحدثنا عنهم من أشباه الإنسان الآخرين. لديه ميزة غريبة ومختلفة، أحافيره منتشرة في أماكن كثيرة حول العالم، تقريبا في كل مكان من أماكن العالم القديم كما يسمونه. له أحافير في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وصولا إلى جزيرة جاوة، حيث وجد هناك يوجين دوبوا أحدى أولى الحفريات لإنسان منتصب هومو إريكتس. وجدوها هناك في جزيرة جاوة في سعيه للوصول إلى الحلقة المفقودة. كان ذلك في أواخر القرن 19، عام 1892. وجد منه أجزاء يسيرة فقط من الحفرية الخاصة به، وجد عظمة فخذ، ووجد ما يسمونه اللي هو الأغطاء الجمجمة، هذه المنطقة فقط وليس حتى الجمجمة كاملة، يعني سكال كاب، فقط هذه الجمجمة إلى الحاجبين هكذا. عرف من هذا الجزئين فقط أن هذا ليس إنسان وليس قرد، وأن لديه صفات من هذا ومن ذاك. حجم دماغ الهومو إريكتس يصل إلى حوالي يعني من 800 إلى 1000 ملي. حجم دماغه أكبر، إحنا تحدثنا في الهومو هابيلس كنا نقول بين 600 إلى 700 ملي، هذا من 800 إلى 1000، والإنسان 1350 تقريبا. طول قامته أطول، أطول يعني قريب من طول قامة الإنسان الحديث. إذن هو يختلف بشكل كبير عن الهومو هابيلس في عدة أشياء أساسية. مشيته، خلاص إحنا قلنا أن الهومو جميعا مشيتهم منتصبة تشبه مشية الإنسان، شكل قدميه، الأصابع الآن نراها يعني خلاص تقريبا تشبه أصابع قدمي الإنسان، وليس مثل الشمبانزي حيث أن الإبهام بعيد عن باقي الأصابع في أرجل الشمبانزي لأنه يساعده على التسلق. أما هذا الآن هو أصلا لا يحتاج إلى التسلق، ليس متمرس كثيرا على التسلق، يعتمد في حركته على المشي على قدميه. هذه صورة تركانا بوي، وهي إحدى الحفريات التي الشهيرة جدا طبعا التي وجدوها للهومو إريكتس، والتي يعود عمرها إلى حوالي 1.5 مليون سنة. الهومو إريكتس وجدوا له حفريات كثيرة جدا، لذلك هو والنياندرتال استطاعوا أن يدرسوه بشكل كبير من بين باقي أشباه الإنسان لتوفر الحفريات الكثيرة له والمتنوعة حول العالم. إذا نظرنا إلى شكل وجهه سنرى أن عظام حاجبيه، هذه العظام التي هنا عند الحاجبين، عظمة الحاجبين بارزة جدا، بارزة وقوية. أسنانه أكبر من أسنان الإنسان ولكنها أصغر من أسنان الشمبانزي. وجهه أكثر تسطحا من من سبقونه من أشباه الإنسان، ليس بارز هكذا مثل الشمبانزي، أكثر تسطح ولكن لم يصل إلى الشكل المستوي لشكل الإنسان الحديث أو الإنسان العاقل. ليس لديه الذقن، عظمة الذقن، إنما فكه من جهة الذقن يكون متراجع نحو الخلف، هذه
ميزة للإنسان العاقل هذا، عظمة الذقن هنا في أسفل الوجه، سوف ترون له الكثير من يعني محاولات إعادة تصميم شكله كيف كان يبدو وهو حي. مرة أخرى يعتقدون أنه نوعا ما بدأ ينحسر أكثر وأكثر الشعر عن وجهه، ولكن أو عن وجهه وجسمه، لكن هذا طبعا لا يوجد عليه دليل واضح. لا يوجد دليل كذلك على أنه كان يرتدي أي نوع من الثياب. على الأغلب جميع أشباه الإنسان حتى الآن الهومو كانت بشرتهم داكنة على الأغلب، إلى يعني جميع الذين تحدثنا عنهم حتى الآن. الهومو إريكتس يعتمد في غذائه، مثل كل الهومو الذين سنتحدث عنهم، يعتمد في غذائه على اللحوم بشكل أساسي، لكن هو يختلف، يعني هو أمهر من الهومو هابيلس. لماذا؟ لأن هذا الآن الهومو إريكتس يستطيع الصيد، يستطيع الصيد، لا يعتمد فقط في طعامه على الجيف أو على بقايا أو يعني جيف وكائنات ميتة، لا، هو يصطاد غذاءه بنفسه. مرة أخرى نقول: ولا يملك لا مخالب لا أنياب، كيف يتصرف مع الكائنات؟ يستخدم أدوات الحادة التي يصنعها من الأشجار، هذه الفؤوس اليدوية التي يصنعونها، لعلها كانت أفضل قليلا من تلك التي كان يصنعها الهومو هابيلس، كانت بدائية يعني يستخدمها فقط لكسر العظام بسلخ الجلد، هذه كانت يعني أفضل قليلا. إذا نظرنا في الصورة أمامنا، هذه المجموعة رقم واحد التي هي في أعلى اليسار تنتمي إلى الهومو هابيلس، أي أن أفراد من الهومو هابيلس هم الذين قاموا بصنعها، وتلك التي في الثلاثة قطع الكبيرة قليلا التي في أسفل اليسار أيضا التي عندها رقم اثنين تعود إلى هومو إريكتس، ونلاحظ الفرق في دقة الصنع بين هذا وذاك. بالتأكيد الأدوات الحجرية التي يصنعها الهومو إريكتس أفضل، لكنها طبعا ليست تلك الشفرة ذات الكفاءة العالية، ليست بكفاءة عالية، هي تؤدي الغرض فقط هكذا، لا يقضي وقتا طويلا في تحسينها، ويعني حتى تصبح دقيقة وصغيرة وشفرتها حادة، لا يقضي وقتا طويلا، ولا يختار يعني أنواعا محددة وجيدة من الأحجار. كان يستخدم هذه الأدوات لتقطيع اللحم، للسلخ، لأمور من هذا القبيل، لكن لا يوجد دليل واضح، يعني ما زال هذه الأمر قيد البحث، لا يوجد دليل واضح حتى الآن أنه كان يستخدم النار لشيء اللحم أو للتدفئة أو ما إلى ذلك، فعلى الأغلب كان يأكل اللحم نيئا كما هو. إذا ميزاته الأساسية أنه الآن يصيد، قامته أطول، حجمه دماغي أكبر، آلاته يعني أفضل نوعا ما من الإنسان الصانع هومو هابيلس الذي تحدثنا عنه. وميزته الكبرى في وجهة نظري هذا الترحال، الترحال الطويل، لا يركب دابة ولا يركب شيء، يمشي على قدميه في جماعات صغيرة وينتقل من يعني بلاد إلى بلاد إلى بلاد، شيء مذهل كيف انتشر هذا الكائن حول العالم. ومرة أخرى لا يوجد دليل، أي دليل على أنه كان ينطق، على أن هذا صنع أي حضارة، كان يعيش كما هم أسلافه، عيشة تشبه الدواب، أكل وصيد وتكاثر فقط. ولأنه انتشر كما قلنا حول العالم، مع انتشاره أصبح الهومو إريكتس الذي يعيش في أفريقيا، استمر ببقائه بأفريقيا، يسمونه هومو إرجاستر، لكن هو في الحقيقة نفس نوع الهومو إريكتس. هومو إرجاستر يعتقدون ويرجح العلماء من بين كل أشباه الإنسان الذين تحدثنا عنهم، هذا الوحيد الذي حين يذكر الهومو إرجاستر، أي أنه الإنسان المنتصب الذي بقي عائشا أو يعيش في أفريقيا، يرجحون أن هذا لعله الجد الأكبر للهومو سيبين، لعل هذا ربما يكون الذي انحدر منه بعد ذلك نوع الإنسان العاقل. ونرجو أن ننتبه إلى أمر في غاية الأهمية في ترحال هذا الهومو إريكتس الإنسان المنتصب، يدل على أنه لديه يعني ميزات للبقاء أقوى من الذين قبله، ميزات
عقلية ربما أكبر، لكن مهما بلغ يعني لم يسمح له هذا العقل أن يخوض البحر أبدا. ربما أقول يقطعونه إذا رأوا، إذا كان نهر يرون نهايته من الجهة الأخرى، نعم ربما يقطعوه هكذا، لكن لن يخوض بحرا لا يرى نهايته، لا يمكن أن يحصل ذلك، والأحافير وطريقة انتشارها حول العالم هي دليل على ذلك. إذا رأينا كيف الآن جنس الهومو الذي نحن ننتمي إليه أصبح شيئا فشيئا يشبهنا، قامة أطول، عقل دم يعني دم حجم الدماغ أكبر، صح يعني حياته ما زالت يعني تشبه الدواب، أنا أتكلم عن الشكل، اليدين القدمين تشبهنا، يعني شكل الجسم، الجمجمة ما شابه، شيئا فشيئا بدأ يشبهنا إلى حد كبير، لكن حياته ما زالت كحياة الدواب. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتحدث عن نوع مهم جدا وشهير جدا ومثير حقيقة، وهو نوع إنسان نياندرتال أو هومو نياندرتالينسيس. وإذا كنت أخي وأختي ممن يهتم بأمثال هذه المواضيع فلا تنسوا الاشتراك في القناة حتى لا تفوتكم الحلقات. نلقاكم على خير الخميس القادم إن شاء الله.